على مساحتنا القانونية سالي، حيث يعتبر سند الأمانة من أكثر الأمور المتداولة بمجتمعنا. أغلب الأسئلة والاستفسارات اللي عم تجي من الناس بمختلف الشرائح والأعمال هي عم تتعلق بسند الأمانة، قد ايه مفيد طبعا، كيفية تحصيله النظامي. ولنضوي على هالموضوع اكيد معنا الاستاذ احمد دعبول. يسعد صباحك، كل عام وانت بخير. هلا، يسعد صباحكم، كل عام وانتم بخير، ان شاء الله سنه حب وسلام على سوريا وميلاد مجيد للجميع يا رب. شكرا لك استاذ احمد. يعني دائما نحن بحياتنا بندور على شيء اسمه ضمان، او لضمان حقنا لا ما نضيعه او نصاب بخيبات الامان. صحيح. خلينا قبل ما نفوت بتفاصيل سند الامانه نعطي تعريف لسند الامانه. هلا من حيث المبدا العام، نحن عندنا مثل ما تفضلتي حضرتك، اي حدا عم يتعرض دائما لضمان الحق تبعه بالشكل الامثل، بحيث انه حدا قدم خدمه، قدم مبلغ من المال، قدم يضمنها بالشكل الامثل له. صحيح. وهون نحن بتجي للاسف عندنا غير الثقافه القانونيه، الثقافه المجتمعيه اللي عم تفرض نوع معين من التعامل هو متعارف عليه ضمن العرف القانوني او العرف المجتمعي، وهذا الشيء نحن كثير عندنا خاطئ، لانه غير قادر على ضمان الحق بالشكل الامثل. المتعارف عليه نحن ضمن مجتمعاتنا الحاليه هو سند الامانه، انه انا خلص شو ما بدي اخذ منك، ان شاء الله بدي اخذ ليره، ان شاء الله بدي اخذ مليون، ان شاء الله 10 مليون، اعمل لي سند امانه. رغم انه سند الامانه قد لا يكون هو الضامن للحق بالشكل الامثل. تماما. نحن عندنا في كثير اساليب قانونيه، في كثير وسائل قد تضمن الحق بشكل افضل انه وبشكل اسهل وبشكل فعلا انه يستطيع الشخص انه يرجع المصاري اللي اعطاها لشخص اخر اذا رجعوا. اذا رجعوا. لهيك هلا مثلا سند الامانه العالم تتوجه له، لانه في له مؤيد جزائي يسمى بالقانون اللي هو عقوبه الحبس. تماما. لكن بالنهايه انا دائما الكلمه اللي بحكيها لاي شخص لما بيسالني، بيقول طب يا اخي انت اعطيت حدا مبلغ من المال، طيب حبسته سنه، حبسته 10، حبسته 15، رجع لك؟ شو استفدت انت؟ تمام، همك تضره؟ همك تنتقم؟ همك تسأر انت؟ لا، انت بهمك انه انا اعطيته 10 مليون ترجعوا لي ال 10 مليون، سواء اذا كان في معامله تجاريه مع ربح او ما كان في معامله تجاريه، بالحد الادنى المبلغ نفسه يرجع. لهيك انا قبل ما نفوت بموضوع سند الامانه بتمنى نحن نحكي عن السبيل الامثل لضمان الحق. يعني نحن قبل ما نوصل لسند الامانه هو وسيله يعتبر ضمن القانون السوري، لكن في وسائل اكثر منه هي ضمان الحق، مثلا الشيك يعتبر هو وسيله لضمان الحق اكثر من سند الامانه، وخصوصا باعتبار الشيك هو اداه وفاء وليس اداه ائتمان، يعني يعتبر يقوم مقام المال. ساعات انا بعطي شيك لحدا، انا مجرد الذهاب الى البنك ممكن حرك عليه وعدم وجود رصيد تجريمه بجرم شيك بلا رصيد. صحيح. في الاقوى من الشيك انا من وجهه نظري كمان، ساعات انا بدي اعطي شخص مبلغ من المال، انا بشوف شو في عنده شيء اقدر اني احجز عليه في حال لا قدر الله ما تم الاتفاق، ان تم اعساره للشخص المدين، انا ارجع عليه في عنده سياره بحط عليها اشاره حجز بهالمبلغ، في عنده بيت بحط عليه اشاره رهن بهالمبلغ، او ارض، ارض اي شيء، انا خلال فتره 6 اشهر ومهلته بعد 3 شهور ما مشي الحال، انا فوريا بنفذ على هالشيء المملوك للمدين بحيث اني احجز عليه انا وبيعه واسترد حقي بشكل امثل. نعم. لهيك نحن عندنا مفهوم خاطئ انه اي حدا نحن متعارف عليه انه، والسبب بهالشيء هذا هو سهوله سند الامانه. يعني اي مكتبه، اي حدا بغير مكتبه، خلص سند امانه فلان اودع فلان مبلغ كذا على سبيل الامانه، خلص انتهت القصه. نعم. رغم انه يوجد العديد من الثغرات بسند الامانه لا يفقهها المتعاملون بالشكل الطبيعي، المواطنون العاديين اللي ما عنده اختصاص قانوني، اللي ما عنده اطلاع، في كثير ثغرات ممكن تروح منه قيمته، مثلا ممكن المؤيد الجزائي تبعه عقوبة الحبس، لأنه سند الأمانة هو يعتبر من الأسناد الشكلية. طب خلينا نعرف شو هي صيغة سند الأمانة الصحيحة وفق القانون السوري؟ وفق القانون السوري احنا الأساس أن يكون المبلغ المودع من قبل شخص إلى شخص آخر على سبيل الأمانة. يعني كثير أحيان إذا حدا ممكن هيك عنده شوية دراية قانونية يكتب أنه تاريخ الوفاء فيه، أنه أنا يستوفى لي بتاريخ 1/1/2021 على سبيل المثال، فقط قيمته سند الأمانة كمؤيد جزائي. ليش؟ لانه هون انت حددت تاريخ وفاء، فهو اصبح الدين عادي بموجب القانون السوري. لكن انت لازم الصيغه الاساسيه لسند الامانه على سبيل الامانه. على سبيل المثال انا اعطيت شخص مبلغ 5 مليون ليره وقدم لي دفعات منها مليون، مليونين، ثلاثه، مجرد اني اذكر دفعه انا على ظهر السند او على متن السند انه انا وصلني دفعه منه 3 مليون 4 مليون قلب سند الامانه من مؤيد جزائي لسند دين مدني، لانه سند الامانه هو على سبيل الامانه، انا اودعته لا عم شغل مصاري، ما لي ربح، مو على سبيل الامانه هن الي. يعني هلا مثلا سند الامانه انا ممكن احط فيه غير المال، ممكن احط فيه اشياء مثليه. تماما. ممكن احط فيه اي قصه، انا اودعت لديك على سبيل الامانه هالسياره هي.
هالمنزل، اي شيء ممكن نحط فيه سند الامانه. لهيك انا بحط انه خلينا نلجا لسند الامانه اذا كانت مبالغ صغيره، مليون ليره، مليونين ليره، ثلاثة اوكي تمام. لكن في عالم تجينا نحن ممكن انه انا استاذ عاطي هذا 50 مليون. طيب 50 مليون معقول انت 50 مليون او 100 مليون او 200 مليون معقول ما فيش ضامن للحق تبعك؟ صحيح. يمكن حكيت نقطة انه صيغة سند الأمانة هي أحيانا بتفصل بعدة أمور، بنشوف كثير عالم كاتبة مو سند، أكثر من سند أمانة على شخص واحد، ويمكن بحلقاتنا السابقة مع حضرتك ركزنا على موضوع صحيح. هو أن يكون مصدق من كاتب تماما. العدل تماما. لأنه تماما. سند الأمانة ما في له قيمة إذا ما كان تماما كاتب. ما بدنا نقول ما له قيمة، له قيمة، لكن القوة الثبوتية تبعه لما بيكون موثق عند موظف رسمي اللي هو كاتب العدل هو له قوة ثبوتية لا يقع فيها إلا بالتزوير. تماما. والنهاية مثل ما حكيت انه اي شخص عم يكتب سند أماني ممكن يكون يعني فيه كثير ثغرات، اذا بيحط تاريخ وفاة، اذا بيحط تسديد دفعة، اذا بيحط اي اصلا. اما اذا بدك تعمل سند أماني كثير عالم بتقول لك انه يا اخي بيقول اعمل شيك، شيك افضل. بيقول طب انا ما عندي رصيد، اذا بدي اروح افتح رصيد هلا بدنا معامله حنضطرين على المصاري بكره. طيب اخي روح على الكاتب العدل، كاتب العدل اجراءك قلت له يتجاوز نصف ساعه، ساعه بالحد الاكثر. ساوي سند اماني لكن وثقه مثل ما تفضلتي عند كاتب العدل، هون صار سند رسمي. هون هذيك سند الاماني هو سند عادي بالنهايه بالقانون حسب تصنيفه، لكن لما انا عم وثقه امام موظف رسمي لا يطعف الا بالتزوير، بالتزوير اللي هي الوسيله الوحيده للطعن. اما لما انا ممكن انا ساوي سند اماني ممكن انا اطعن فيه بين شخصين عاديين، ممكن اطعن فيه بالاكراه، ممكن فيه بالاجبار، ممكن اطعن فيه بالغب، اي قصه ممكن خاضع لكافة وسائل الطعن. لكن لما بيكون موثق ومنظم امام موظف موظف رسمي صار في عندنا نحن هون سند رسمي ممكن انا ارجع فوريا في على القضاء بالتنفيذ المدني. هون سند الاماني نحن عندنا له عده طرق لمراجعته لتحصيل المبلغ الموجود بالسند. في عندنا طريق مدني، في عندنا طريق جزائي. الطريق المدني ممكن انا الجا الى دائره التنفيذ المدني بحيث بعد مصالحه عليه ومصادقته بالماليه اللي هي قانون مخالفه رسم الطابع، باعتبار انا مساوي سند بيني وبين شخص فانا ماني حاطط طوابع، فانا بروح على الماليه بصالحوا عليه، بسموها نحن عندنا بصالحوا على سند الامانه هي قانون مخالفه رسم الطابع، بتوجهها للمحكمه. دائره التنفيذ اذا الشخص المدين انكره هون خلص بتطلع الدعوه من ولايه التنفيذ المدني بتتحول الى القضاء العادي لاثبات انه هذا فعلا شخص هو سند الامانه، هي البصمه هي للشخص هذا او لا. هو بتروح الى المحكمه المختصه سواء محكمه مدنيه او جزائيه. الفرق ما بين المحكمه المدنيه والجزائيه، بالمحكمه المدنيه لا يوجد مؤيد جزائي، لا يوجد عقوبه حبس. لهيك العالم اغلبيتها بترجع للمؤيد الجزائي، المؤيد الجزائي للدعوه الجزائيه، حتى بنهايه الدعوه وبعد التاكد من انه الشخص هذا استدان من هذا او قدم له مبلغ من المال يصدر بحقه عقوبه حبس. طب خلينا نحكي شوي كيف بيتم الانذار من قبل كاتب العدل اذا هون القانون السوري اعتبر انذار كاتب العدل هو شرط اساسي لتحريك دعوى اساءه الائتمان في القانون السوري. يعني انا في معي سند امانه على شخص قدمت له مبلغ من المال ما اعطاني اياه، اول اجراء بكون فيه بسند الامانه هي اني انا بروح على الماليه بسوي في رسم الطابع بالمالي، صار في السند الأماني مصالح عليه وقاله تاريخ ثابت. طبعا. ما فيني أنا أحرك دعوة جزائية عليه فوريا إلا بعد تنظيم إنذار كاتب العدل. إنذار كاتب العدل من حيث المبدأ هو توجيه طلب إلى المدين بإيفاء الدين اللي عليه بإعادة الأمانة. خلينا نقول إحنا مو الدين، هو إعادة الأمانة. ثلاث أيام، خمسة أيام، لا يقع ثلاث أيام، ممكن خمسة أيام، ممكن أسبوع، حسب أنا شو بدي أمهله فترة إنه أنا بجوز بكون متفق أنا وياه 15 يوم برجع لك المصاري. بوجه له التبليغ انذار كاتب العدل. بعد مضي المده انا هون باخذ الانذار اضافه الى سند الامانه وتوجه الى المحكمه بدايه الجزاء ليساوي ادعاء مباشر امام النيابه العامه وامام محكمه بدايه الجزاء. نعم. وتحول النيابه العامه الى محكمه بدايه الجزاء للسير باجراءات دعوى اساءه الامانه. نعم. عقوبه الحبس بتستوجب استيفاء الدين لشخص؟ طبعا طبعا طبعا، هي عقوبه الحبس ممكن تكون من 3 شهور لثلاث سنوات حسب قيمه السند. لا ما له علاقه قيمه السند. تمام. انا هي خلينا نحكي ما في نحن عندنا قيمه سواء كان السند قيمته 100,000 ليره او قيمته 100 مليون ما في عندنا اي مشكله. احنا هون حبس واحد مدة طبعا وحدة. طبعا طبعا هون سلطه تقديريه للقاضي هو بيقدر انه الفتره اضافه الى المبلغ الزامه باعاده المبلغ اضافه الى التعويض. واذا ما عاد المبلغ وانحبس ممكن يحجز، بعد يكون في حجز فيني القي فوريا الحجز على امواله، حجز على الاحتياطي على الاموال المنقوله وغير المنقوله. اذا في عنده سياره انا ابرز للمحكمه انا فلان عنده بيان قيد مركبه بالسياره رقم كذا، بطلب التمس القاء الحجز عليه حتى لا يتم تهريبه، عنده عقار، عنده ارض، عنده بيت، بلتمس القاء الحجز الاحتياطي على ضمانا للامانه تبعي.
طب شو هي نقاط الضعف او النقاط اللي لازم كل حدا ينتبه لها لما بده يكتب سند الامانه؟ الفكره الاولى واللي بنعيد بنكررها، عدم تنظيم سند الامانه بشكل ودي، عشوائي، بشكل يلا نحن حبايب اكتب لي سند امانه والله يسير، ما بصير. بالنهاية أول شيء نحن دولة قانون والتزام بالقانون، حتى بالشريعة الإسلامية وإذا تداينتم بدين إلى أجل فاكتبوه وفقوا هالشيء هذا. يعني أنا عم أفور أي شخص والخطوة الأعظم هون اللي بسميها مو علي عم يعطي مصاري، علي عم ياخذ المصاري إنه بس يكون واحد متضايق عم يساوي سند أمانة على بياض ما عم بيحط مبلغ. طب هذا خطأ كمان، يعني هو لما أنا عم أكتب أنا عم بضمن حق الدائن وحق المدين، الدائن إنه يرجعوا له مصاري والمدين إنه ما يتم التلاعب بالمبلغ. خلص اخي شو بدك، انا بعطيك 10 سندات امانه، طبعا سند الامانه اللي هذا ممكن يكون مليون، انا احطه 10 مليون 50 مليون للاسف كثير. يعني هون بسميها هون ازمه اخلاق صارت. مع الخصوص بيقول لي استاذ انا اعطيه مليون ليره بس انا بصراحه كان كذا وكان كذا وانا ارتفع سعر الصرف عندنا ونزل سعر الصرف وانا كانوا يجيبوا لي المليون ليره سياره، هلا ما بيجيبوا لي شيء بدي احطه لك. اخي ما بصير، حرام، اتق الله. بالنهاية انه انت شو بدك منه، حطه المبلغ. لا استاذ انا بدي احط الفوائد، بدي احط اتعاب المحاماة، بدي احط انا مصاريف المحكمة، بدي احط كل شيء انا بهالسند. يا اخي ليش؟ لانك انت لما عم نكتب نحن وعم نوثق ما عاد حدا فيه يلعب بهالشيء هذا. تماما، الدائن ضمن حقه بإعادة المبلغ والمدين ضمن حقه بعدم اخذ مبلغ زيادة. استاذ لكل سند مثل ما حكيت يعني بس ينحبس شخص على سند تمام يرجع ينبرز السند الثاني بيرجع بين كل سند لحاله له القوه الثبوتيه تبعه له المؤيد الجزائي تبعه ما في اي خلاف يعني عليه. مثلا برز سند رد برز سند ثاني ممكن يحبسه تمام تمام على أكثر, يعني اكثر مرتين وثلاثه واربعه وخمسه طبعا بحسب عدد السندات اللي طبعاً هو طبعاً كاتب عليه. يمكن القوه الثبوتيه للسند هي اللي بنقول انه هي بتضمن حق الاثنين خلينا صحيح نقول صحيح. طيب خلينا نحكي ايضا في حال التلاعب بسند الأمانة. هون كل شيء بخص التلاعب يعود تقديره إلى المحكمة. يعني أنا بدي أدعي ونحن في عنا قاعدة قانونية. ما في شيء ثابت تقديريا. البين على من ادعى والحجة على من أنكر. قاعدة قانونية. يعني. أنا ادعيت إنه هذا السند مؤذي أثبت. أنا ادعيت إنه هذا أخذ مني أثبت. أنا ادعيت إنه فلان أخذ مني. طيب اثبت شو اثباتي انا؟ قدمت سند الامانه، بدي اجيت انا قلت احيانا صفر بسند الامانه، صفر بيفرق صح صح الحكي، وكثير احيانا للاسف صايره معنا تماما. يعني مثلا 300 الف ليره ممكن بلحظه تصير 30 مليون 10 مليون حطي لي يأنو صارت 20 مليون، للاسف بصير في تلاعب. هلا هون اللي عم يدعي البين على من دعنه، لا انا سندي 10 مليون مو 20، اثبت. هون كيف بدي اثبت؟ ممكن انا اجيب شهود، ممكن يكون انا مسجل له مقطع فيديو، ممكن يكون في رسائل نصيه بيني وبينه انه انا وين ال 10 مليون تبعك؟ ما رجعت لي ال 10 مليون، لا صار بدي منها 13، انه انت عم تطالبني ب 13. كيف انت عم تطالبني بالمحكمه ب 20؟ هون في وسائل اثبات قانونيه تلجئ عليها المحكمه للوصول كل شخص الى حقه، لكن مشان نحن ما نفوت بهالمعمعة وتضاف الى امد التقاضي، يعني احنا عندنا محكمه بدايه بعدين عندنا محكمه استئناف، في عندنا امد تقاضي وصول عند كاتب العدل، انتهت القصه. اي حدا عم يضمن حقه وما بده اخي ما عنده انا اخي ما عنده سياره احجز عليها، ما عنده شيء مبلغ بالبنك، وثقوا عند كاتب العدل. تكاليف ما في، قليل جدا ممكن 3-4000 ليره وقت قليل جدا، اخي نظموا عند كاتب العدل انتهت القصه، ضمنت حقي انا كمدين وضمنت حقي انا كدائن من دون امد تقاضي. معلش مثل ما بقول انا اخي كان عندي بس كان فيني اشتري كذا بهالمبلغ هذا، هلا ما فيني، ضمنت حقك انت بسرعه بالتنفيز المدني بكل شيء اضمن لما بيكون موثق الشيء. دائما انا ببدا يعني حتى بمقابلاتنا عم حاول دائما انه شدد اخي وثقوا اعمالكم، وثقوا اعمالكم، مو وصل ثقه كثير حدا بيقول لي اخي بلشنا نحن ثقه، حتى احيانا بيجوا عندي اثنين متفقين هنين بيقول لي لا ثقه نحن، بقول لك يا اخي لو انه ثقه ما كان نحن عندنا 1000 دعوه اذا اكيد 100% كل العالم هذا بيشتري ما بيعطي وهذا بياخذ ما بيرجع، لو انه ما كان في محامين على قصه ثقه. طب معقولة يعني ما كان في صيغة بديلة؟ يعني أنت قلت يمكن ذكرت الشيكات هي مضمونة أكثر من طبعاً سند طبعاً الأمانة، لكن معقولة إنه لهلا يعني العالم لسه عم تعاني قانونياً من سند الأمانة ومن الصيغة لهلا؟ طبعاً طبعاً لهلا. طب شو البديل، الصيغة القانونية البديلة لسند الأمانة أو الشيك؟ في شيء ثاني؟ خلينا نحدد، إحنا خلينا نبلش من سند الأمانة. مبنى سند الأمانة باعتبار غير مضمون حق في 100%، نلجأ للشيك. الشيك اللي هو اقوى من سند الامانه باعتباره اداه وفاء وليس اداه ائتمان. انا برايي حتى الشيك بالنهايه انا مهمي، انا لما عم دين حدا مصاري مهمي اسجنه، ما في تار بيني وبينه، همي ما في مصرياتي. همي رجع مصرياتي انا حق.
انا بشوف البديل الافضل خليني احط اشاره رهن بموضوع ما بيعقد معنا يومين او ثلاثه. ممتاز. امام دائره التنفيذ المدني انا بقر امامه بانه انا استلمت من فلان الفلاني مبلغ وقدره كذا، وبالتمس للفريق الاول اللي هو الدائن وضع اشاره الحجز الاحتياطي على السياره. انا هون خلال ستة اشهر سنه سنه ونص ما اعطاني، هو ضمن حقه 100% رح يرجع له، رح يضطر الى البيع الشيء الموضوع على اشاره الحجز عليه، بيعه المزاد العلني واستيفاء حقه كاملا اضافه الى التعويض اللي بتحكم له في المحكمه والضرر المادي المعنوي اللي ممكن يتوجب له. نعم. يمكن استاذ اليوم كان موضوعنا كثير مهم وكثير عم بيصير نظرا للظروف الراهنه اللي نحن عم نعيشها، كتابه سندات امانه. بدنا كلمه اخيره منك لكل يلي مثلا عم يسالوا شيء عن سند الامانه، كيف بدهم يضمنوا حقهم وما يصير في تلاعب؟ بدي اقول كلمه واحده، الموضوع موضوع اختصاص وليس انتقاص. يعني انت عم تعطي سند امانه، لا تجتهد من حالك، لا تفكر حالك انت العارف والعالم بكل شيء، طالع عن كاتب عدل نظم سند الامانه. تماما تماما. وثق الحق اللي لك واللي عليك وثقه بشكل رسمي. لا تعطوا سندات على بياض، لا ترضى انت تعطي حدا مبلغ مجرد انه علاقه وديه بينك وبينه. اللي بده يرجع المصاري فعلا ما رح يخجل منك انه تروح توثق هالحكي هذا امام كاتب العدل. تماما. واللي بده يرجع رح يقول لك انا مو فارق معي ساوي عند كاتب العدل ولا ساوي عند مين ما كان، انا مو فارق رح ارجع لك المصاري، ما بدها خجل القصه. هون موضوع قانوني، ضمان حق، هو مال اولادك بالنهايه، مال عائلتك، وهذا مال عائلته اللي بده يزيد المبلغ. وثقوا السند الامانه بشكل رسمي امام موظف رسمي لضمان حق الطرفين بشكل امثل. نعم، نحن بنتشكرك كثير استاذ احمد على وجودك معنا، واكيد بنقول لك ينعاد عليك بكل الخير والصحه، وان شاء الله يكون كل العالم استفادوا من هي المعلومات القانونيه اللي يمكن مثل ما قلت محكومه بالعادات المجتمعيه والموده بين بعض الناس. صح. هلا ما بيمشي الحال. اكيد صح مثل ما ذكرتي زينب، بنتشكر وجودك معنا استاذ، وان شاء الله يا رب هيك خلينا نقول تكون الثقه مبنيه على شيء ثابت، على شيء اساسي. القانون هو يلي بيحكمنا دائما، مو نحن اللي بنحكمه. وشكرا لوجودك معنا.